اسمع يا دي انت، هو انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك وادور المكم نقسم البوليس. احنا خدامينك يا باشا، ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا مسكها بحكم اللغات اللي عندي، وتامر يقطع المهندس زاهر، والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه يا اخوانا؟ الحكايه مش فزوره. الباشا قال لي عاوزنا في ايه، بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له. انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى، علشان كده جابني، صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انت الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس، مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فواو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني. ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده؟ ده شكله كده جاي غلط مع المكتب. بقولي والنبي يا باشا، اعفينا انا والمهمه دي والنبي. يا باشا انا هبقى عبء عليكم. انا اصلا بيجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه لازم يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت مريم؟ خدامك ابو تريك. وانت زاهر؟ ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا نجيبي ما تزهق مني، انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خير شر. اقوم يوم ما اشطحنطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا، طول بعرضه وعضلات، انما مخه بعافيه شويه يدوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا، العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا مفيش خطوره خالص، احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت ما حسستني زي ما تكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟